وضمن خطة التعافي الاقتصادي، تم مؤخرا الإعلان عن استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، والتي ستسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة لتحقق تطلعات المواطن البحريني، والذي هو أساس ومحور التنمية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد درويش المناعي، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. أهلا بك سعادة العضو في نشرة الثامنة. ركزت استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي أعلنت مؤخرا، ركزت على تطوير قطاع الصناعة. برأيكم كيف يمكن تحقيق ذلك بالشكل الذي يسهم برفض الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص النوعية للمواطنين؟ أهنئ المشاهدين بالعام الجديد وأشكركم على استضافتي. ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن استراتيجية قطاع الصناعة لعام 2022-2026 يبين الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية، وهو تعزيز موقع ومكانة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة، خاصة وأن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماما بالغا بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، ويزيد تنويع مصادر الدخل للمملكة، وتحقيق ذلك بتعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية وتحسين تجربة المستثمرين وتوجيه البحرينيين مهنيا، وتحديث القوانين والتشريعات لأجل سرعة نمو التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا. نعم، حددت استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 مجموعة من مؤشرات الأداء، منها ما يتعلق بنسبة البحرنة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الصناعي. برأيكم سعادة العضو، ما الذي يمثله هذا المؤشر، خاصة بما يتعلق بتحقيق تطلعات المواطن البحريني والذي هو أساس ومحور التنمية؟ نعم، في الواقع لو نظرنا إلى الهدف الرئيسي الرؤية الاقتصادية 2030، حيث جعل البحريني الاختيار الأول، لذا يتم ذلك عبر توجيه البحرينيين مهنيا من خلال العمل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتوفير برامج صناعية تخصصية وورش العمل، وإطلاق برامج لتنمية مهارات البحرينيين عبر برامج احترافية عالمية في القطاع الصناعي، وكذلك تدشين برامج تحفيزية لتوظيف البحرينيين وتشجيع المصانع على توفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني ذات حوافز مشجعة. إنها لاستراتيجية طموحة، وبتكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص سنحقق هذه الاستراتيجية المنشودة. نعم سعادة السيد درويش المناعي، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.